السلام عليكم. انا مشكل عندي انا هو عندي مرض مشكل عندي انا هو مرض القلب. عندي العرق مبوشي ما كنقدرش نتمشى. مشيت للطبيب ديال الحومه هنايا ديال الحومه هنايا دوزت عند الطبيبه قالت لي ودي راه كانت الامور في الاول مزيان. لا في الاول من 2015 التقاعد حبست من الخدمه من 2015 صافي. من هنا كنرجع كنحس براسي ماشي هو هذاك مرض العيا. قالوا لي قد تنقص شويه من الملحه ولا شي حاجه. اليامات صافي جات نسخفه بزاف هنايا قالت لي ودي راك عندك طونسيو 16 فاصلة شي حاجه يعني دق بزاف. راه قالت لي غتمشي عند الطبيب غتمشي دير التخطيط. مشيت دير التخطيط مشيت عند الطبيبه دير التخطيط. الطبيبه عاوتاني قالت لي خصك دير التحاليل غادي تشتيهم. مشيت دير التحاليل عاوتاني قالت لي غادي كيخرجوا التحاليل. ها كيخرجوا التحاليل كيفاش خرجوا؟ ما قالت ليش هي قالت لي المهم هي قالت لي ضروري خدي العمليه. ضروري عندي قالت عندي الدم فيه تلوث الدم عندي اللي قال كريستون الدم ولا ما عرفتش اللي قال عندي الدم قلت ما ماشي والو. من بعد شي فاني شويه كان فريد ما دار لي والو. دابا عاوتاني فاش رجعت عاوتاني لهذا الطبيبه نزلتني هذوك الوراق ديال التحاليل تبعتهم للدار الاجتماعي. الدار الاجتماعي عاوتاني قال لي سير تبعهم الطبيبه هذاك الخبير ديالهم. الطبيب اخر كيقول لي بن جلول مشيت تبعتو لهم قال لي سير واحد مده شهر خرج في دابا للدار الاجتماعي خرجوا لي هاد الورقه ديال هذا سميتها موافقة بين سميتو هذا. مشيت عاوتاني رجعت هذيك قالوا لي ديها للطبيبه ديالك. ملي جيت للطبيبه ديالي قال لك دير خاتمشي للكلينيك ازهر باش ندير راديو كبير. قلت له شحال قال راه 140000 ريال. 140000 ريال 140000 ريال باش وانا ما عنديش انايا ما كانش انا التقاعد كنشد 1000 درهم ما عندي ليه يعني وساكن في الدوار. ما عنديش 140000 درهم كيف خدا وكنخلص مازال الكرا وانت كاري هنايا كاري في الدوار ما حيتش مازال عاد البنت عندي راه مجوجه الولد راه مشى عند الدار بعد بعد دابا يلاه 140000 ريال بزاف عليا وكنشوف والله شي محسنين يعاونونا ولا شي حاجه. ماشي شي محسنين اللي كان كيشوف دابا المباشر تساعد معاك نعم العمل اللي بغيتي دير. ماشي شي محسن اللي شفت دابا المباشر يتساعد معاك باش دير هذا الراديو. عندي الراديو طلبوا لي خاصك دير هذا الراديو باش تعرف شنو عندك. عاوتاني غايقولوا شنو عندي عاوتاني حيت الراديو كبير حيت دابا درت الصحه ديالك بديتي كتحس براسك. ما مشيت غير من هنا لهنايا كان ديما كنهيش وكان غنمسج دابا غنمسج خمسج دابا عاد واحد هنا وصلت على شي خبز مسوج جوني هنا قربك شويه ما يقربش تسمع الصوت. دابا كناكل غير مسوس. مسوس. واحد من المخبزه هنا وصلت بقي صاب لي الخبز ديال مسوس. تمشي الاستطاعه ديالك باش دير الراديو. نعم. تمشي الاستطاعه ديالك دير هذا الراديو بهذا الثمن. ما عنديش. باش غادي 140 فين شكون ما عنديش ما كيتيريش الفلوك ولا شي حاجه. والو ما خدامش وعائلتي ما الى ما بحالهاش. شنو تقول خوتك المغاربه اللي كيشوفوك دابا على المباشر؟ كنقول لهم الله يجازيهم بخير الا كان شي محسن يشوف من الحاله وهذا هذا هو المشكل. شي العطله هو باش يخلصوا لك غير الراديو. الراديو عاد شوفوا عاوتاني الراديو اش غادي يقول. الراديو كبير غادي نشوفوا اش غادي يقول عاوتاني. هو حد قال لك عندك عرق مبوشي شوف واش غادي يسرحوا العرق ولا شي حاجه. الراديو كبير غادي نشوف اش غادي يقول. واش غتدي العمليه واش غدير ولا اش دير. دابا الراديو كبير اش غيقول عاوتاني. صحاب الازهر هادو صحاب الازهر اش غيقول عاوتاني. غيديرو غيقول لك واش غدير عمليه ولا هذا عاوتاني. ايوا نتمنى الخير يا رب. امين. قول لي الرقم ديالك ديال التليفون باش نقدر نحطو. 06 76 43 35 85. عاود معايا 06 76 43 35 85. 06 76 43 35 85. شنو كطلبتي؟
نعم شنو كطلب انت اليوم؟ نعم شنو كطلب انت اليوم وما تخرجش كذا؟ واخا خوتنا المغاربه كنقول لهم الله يجزيهم بخير، الا كاين شي محسن اللي غادي يعاون الله اللي غادي يجزيهم، والله اللي شي اللي غادي يجزيهم ما عندنا ما نجيب والله اللي غادي نتمنى خير يا ربي. نتمنى شي محسن اللي شاف هذا اللايف هذا يتساعد معاك، الرقم ديالي ديال التليفون راه حطيته دابا على المباشر، نتمنى خير يا ربي. امين ان شاء الله. نخلي الرقم ديالك شاعل باش اللي كان شي واحد باغي يتساعد معاك راه الرقم. التليفون كاين في المحل ما كنديش معايا كاع. لا ديما ولي عندك.